تواجد هنا في منطقة سوق فراس وسط مدينة غزة، هذا السوق الذي كان من أبرز أسواق المدينة، لكن في هذه الأيام ومع اشتداد الأزمات، أزمات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تحول هذا السوق بأكمله وساحته الرئيسية إلى ساحة مكاره صحية كما نشاهد في هذه الصورة، حيث تتكدس هنا أطنان النفايات وسط التجمع السكاني للأهالي، مخلفة مكاره صحية وأمراض وأوبئة وانتشار للبعوض ورائحة كريهة كما نشاهد في هذه الصورة، حيث تتصاعد أعمدة إحراق هذه، دخان إحراق هذه النفايات، مما يعني خلق أزمات صدرية أيضا للأهالي الذين يعانون من ويلات الحرب ومن ويلات أزماتها. هذه الصورة المؤلمة التي تتوسط أبرز معالم قطاع غزة، هذا السوق القديم والذي كان قبلة آلاف الأهالي للتسوق، مع انعدام وجود المواد الغذائية وتدمير أجزاء منه، تحول إلى محطة لتجميع النفايات، لكن بالتأكيد الأهالي يذوقوا الأمرين في هذه الأيام نتيجة الرائحة التي لا يمكن لأي شخص أن يتحملها أو يعيش بجوارها، لكن الظروف الراهنة هنا كما نشاهدها أصعب بكثير مما يطيقه أو تطيقه قدرات الإنسان. النفايات، احكي لي عن أزمة النفايات اللي أنت بتعيش. قتلنا من الريح، رشحنا حالا المناخير بينزل معاك، صدرك بجع. في بعوض وفي مليان البعوضة. يعني هذه النفايات ايش بتسببها كمان؟ ايش؟ من حد ما جينا سكننا هان بعوضة مليانة في الدار، لحد سمرة من البعوض. وايش مالك صدرك بجع؟ ولا شيء، انا بس مناخيري بنزل من الريحة؟ الله يعينك يا رب. يعني بالتأكيد أن الأهالي في هذه المنطقة يعيشون ظروفا صعبة، يشتكي هذا الطفل من البعوض التي تسببها هذه النفايات، وأيضا الرائحة الكريهة، بالتأكيد أن هذه الرائحة لا يمكن أن يطيقها أي شخص كما قلنا، وتتكدس هنا النفايات اضطرارا، حيث المناطق الحدودية الخطيرة التي لا يمكن لما تبقى من آليات البلديات لنقل هذه النفايات أن تحمل هذه النفايات إلى المناطق الشرقية، المناطق شديدة الخطورة، وأيضا تعطل هذه الآليات وشح السولار أيضا يجعل من الصعب نقل هذه النفايات إلى مناطق أبعد. هذه أسوأ الحلول في ظل هذه الأزمات الموجودة، أن تتكدس أطنان النفايات وسط تجمع السكان. في شارع السوق الضيق هذا يجد الأهالي أنفسهم مجبرين على الدخول والاقتراب من هذه النفايات ورائحتها الكريهة جدا، هذه الرائحة التي لا تطاق، لكن العبور من هنا هو عبور إجباري كونه طريق يربط بين وسط مدينة غزة ومنطقة الزيتون، وللأسف كل من يدخل هذا الشارع سيتآذى من هذه الرائحة ومن انتشارها ومن انتشار الأوبئة والأمراض التي يخلفها مثل هذا المشهد. يعطيك العافية. بدها تحكي لنا عن النفايات انتشارها زي ما أنت شايف كيف؟ هذا مش وضع، الناس كتير تضررت من الريحة ومن الوضع ومن البعوض، حتى في وين ما تروح كلهم الناس انخنقت، ما ضلش فيش صحة فيش حاجة فيش، حتى هي ماشية بتقع الناس زي ما انت شايف، تظل يعني انتشارها والأمراض اللي سببت بتسببها كل الناس البعوضة، حتى البعوض في الدار كمان، يعني نوم بنمش الواحد هو متريح. هذا سوق فراس التاريخي ما عمروش صار هيك، هذا في التاريخ فعلى عمره 33 سنة عمره ما صار هيك، عمره بالتاريخ. كل يوم كنت أجي أخذ سماكة، كل حاجة، كبدة، كباب، كل شيء.
بقي تاجر. لقيت انعدم السوق، انعدم، فيش حاجه، فيش حياه اصلا، فيش كيف حياه. حالك الايام هذه في الاكل والشرب بعد اغلاق الاسواق؟ من المعلبات كله زي ما انت شايف، وفيش حاجه الواحد يسند حاله فيها اصلا، حتى المعلبات بتضر كمان، كترها بتضر، لولا على الزعتر والدقه بمشي حاله. الله يفرجها. يعني كما نشاهد ان هذه احوال اسواق غزه بعد الحصار الاسرائيلي وما خلفته هذه الحرب الاسرائيليه. كما نشاهد يعني اغلق هذا السوق، السوق التاريخي الابرز في قطاع غزه، وتحول الى ساحه من المكاره الصحيه. تعرضت هذه المنطقة من السوق إلى صاروخ إسرائيلي ارتقى هنا عددا من الشهداء. ساهمت هذه الغارة أيضا بإغلاق أجزاء من السوق. كما نشاهد هذا السوق كيف تحول إلى منطقة مهجورة للأسف، لكن كل من يعيش بمحيطه ويمر منه يتآذى مما خلفته هذه الحرب الإسرائيلية بحق هذا السوق التاريخي. هنا ارتقى شهداء وتدمرت البنية التحتية لهذا السوق كغيره من الأسواق، ما دفع البلدية إلى أن تضطر لتكدس هنا أطنان النفايات بصورة مؤقتة، حتى لو أن هذا السوق يريد القائمين عليه أن يعيدوا افتتاحه فإنهم لن يجدوا البضائع التي كان يتزين بها قبل إغلاقه مع تصاعد الحرب الإسرائيلية. بعض الدكاكين القليلة جدا تعمل في هذا السوق رغم صعوبة الظروف الراهنة. يحاول هنا الأهالي عدم خسارة مصدر رزقهم. كما نشاهد هذه المحال البسيطة التي في ظل تعطل العجلة التجارية، يريد الأهالي ألا يقطعوا باب رزقهم رغم خطورة الوضع الصحي في هذا المكان ورغم التهديد الذي يتهدد حياتهم. لكن بالتأكيد لا خيارات أمام كل من يعيش في هذه المنطقة إلا أن يبحر في بحر الأزمات الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم في هذه الحرب التي أبادت كل شيء في طريقها. هنا تم اجتياح المنطقة بريا، أي منطقة تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي بريا أيضا تحدث بها دمارا هائلا وواسعا في كل ممتلكات المواطنين وفي كل البنى التحتية. هذا لعله الدكان الوحيد والدكان الذي بجواره الذي يعمل حتى هذه اللحظة. كيف الوضع في سوق فراس؟ سوق فراس أصبح ميت بعد الحرب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لنفس المكان، مات السوق. لكن ان شاء الله الايام الجايه يعني تكون ان شاء الله يعني فيها خير لشعبنا ولامتنا ان شاء الله تعالى. طب النفايات اللي بتوصف هذا السوق؟ طبعا للاسف يعني الظرف الراهن صعب على الجميع، حتى على البلديه صعب تقوم مهامها بالشكل المطلوب، وبالتالي تراكمت النفايات وتشتعل من فتره لاخرى ويحاولوا اطفائها لكن تستمر بالاشتعال، والعوادم تاعتها صحيح ضاره جدا للناس لكن ما بيد حيله يعني كما يقولون. ايش خلفت لكم مثل هذه الروائح؟ طبعا هي امراض يعني هي ستخلف امراض في المستقبل، لانه هي يعني زي الناس تتنفس هذه يعني الدخان الناتج عن النفايات بشكل مستمر، اثاره ستظهر في المستقبل طبعا مش الان. لكن حاليا بعوض هو في مشاكل كثيره يعاني منها الناس في الظرف الراهن، مشاكل كثيره منها البعوض ومنها الدخان ومنها النفايات المشتعلة ومنها الصرف الصحي المنتشر في كثير من الشوارع، لكن ليس لنا إلا أن نصبر حتى يعني تزول هذه الأمة إن شاء الله عن شعبنا الفلسطيني بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني كما نشاهد هنا هذا هو وضع سوق فراس التاريخي، هذا السوق الأبرز في المناطق الشمالية من قطاع غزة. غارات متتالية إسرائيلية أخرجت هذا السوق عن الخدمة وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحته، اضطرت البلدية إلى أن تحول هذا السوق إلى نقطة تجمع للنفايات، أصبح منطقة للمكاره الصحية. يطالب الأهالي بأن تعاد الروح لهذا السوق وتعاد دكاكينه، وهذا بالتأكيد يتطلب وقف الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار المشدد عن المناطق الشمالية من قطاع غزة والسماح بإدخال المواد الغذائية الأساسية
على الأقل من لحوم وخضروات وفواكه. محمد شاهين، الجزيرة مباشر.